طيب زي ما انت قلت كده كرواتيا بتلعب دفاع وبيلعبوا على الهجمة المرتدة، شايف ايه الانسب ان كابتن حسام يبتدي بيه هذه المباراة؟ يبدأ ضاغط من البداية؟ لا، لان انت بتلعب منتخب مخضرم، منتخب كبير هيستدرجك للنقطة دي، هو عايزك تهاجمه اصلا. ده فخ يعني. بالظبط، هو عايزك تهاجمه، لان هو زي ما بقول لك راجل تفوق على البرازيل بالقصة دي، فضل يدافع 120 دقيقة، يعني ال 90 دقيقة او نص ساعة وقت اضافي بيدافع بس، ورغم ان البرازيل سجلت في هدف وكان ممكن تكسب بيه المباراه، نجح ان هو بهجمه مرتده ان هو يسجل هدف التعادل ويوصل لضربات ترجيح. فبالتالي هو منتخب بيستدرجك ان انت تعالى هاجمني عشان انا عندي يعني عندي واحد زي لوكا مودريتش في ثانيه بيبقى هو بيجيب جون او بيصنع الهدف، او عنده لعيبه بتقدر تتحول من خط الدفاع للهجوم بسهوله جدا وبسرعه جدا. فطبعا زي ما بقول لك ده فخ بالنسبة لنا لو احنا نزلنا مهاجمين وبنعتمد على ان احنا بنلعب على ملعبنا. لا، انت لازم تبقى عارف قدراتك كويس قوي، وعارف انت واقف فين، وعارف انت بتلاعب مين عشان تقدر ان انت توصل للهدف الكويس. برضو ما ينفعش ان احنا نحط كابتن حسام فريسة سهلة للجمهور، لان انت لو خسرت المباراة دي هتبدأ الناس بقى الهمهمات تتكلم، والناس تقول لك اصل بص الاداء، اصل بص الطريقة، اصل بص الشكل. ده مش محتاجينه في الفترة الحالية. صحيح. محتاجين دعم بشكل كبير للمنتخب، محتاجين دعم الكابتن حسام عشان ده تجربة وطنية. مش عايز الناس تبقى بتقيم كابتن حسام كأنك جايب جوزيه مورينيو بتقيمه من أول مباراة. جوزيه مورينيو نفسه في أول مباراة أو مباراتين مش هيتم تقييمه، فبالتالي كابتن حسام لازم نبقى صحيح بنقيمه منطقيا وعقليا، إن أنت بتلعب مع واحد من المنتخبات المصنفة على مستوى العالم، وانت كمنتخب مصر في مرحلة بناء مرة تانية بعد كأس الأمم الأفريقية وتغيير الجهاز الفني والاعتماد على مجموعة تانية من اللاعبين وتراجع مستوى بعض اللاعبين وغياب بعض النجوم زي محمد صلاح ودلوقتي إمام عاشور. فلازم نتعامل مع المعطيات دي وتكون في حساباتنا واحنا بنقيم تجربة كابتن حسام حسن لحد دلوقتي.